فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، وذكر منها الدار والمرأة، يقول: ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أن الله يخلق أعيانا شريرة، ومنها الدار، ومنها الدابة، ومنها المرأة، فيخلق الله أعيانا شريرة، فإذا عرفت بالشر فابتعد عنها، وإذا ما تعرف بالشر فلا مانع أن تتخذها وأن تتملك منها، وأن إذا لم تعرف بالشر، لكن إذا عرفت بالشر فتجنبها، الدار والدابة، والدار والدابة الشؤم في ثلاث: الدار والدابة والمرأة المعروفة بالشر تجنبها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.